يا سيدي السلام عليكم. ورش عبيد مشي في بالها نحن نتحركوا مع سليم واقفين هكا تراف الحضب وتراف الحاكم قدام البيرو. يا ولاد يا جمهور النادي الافريقي راه فما ورق جوارات وعندنا كاف وعندنا جوارات دي ليسونس نتاعهم غاديك ما يهمناش ورق حزبه، يهمنا في ورق الجوارات. راهم قاعدين يضربوا في النادي الافريقي والفلوس اللي نتاع الجواريات خلاص الجواريات كلها في البيرو. ها يا سيدي ها اون ديريكت اللي برشا قاعدين يتزايدوا والاعلاميين المستانسين يجيو باش يوريك هما راهو قاصدين سليم الرياحي وقاصدين النادي الافريقي تحديدا. فهمتوني؟ لازمكم تفهموها هذايا. هاكا جماعه المخازن قاعدين يتحركوا له في صمت. فهمني؟ العباد هاك ترى رئيس منطقه والامنيين معاهم ديجا هما بيدهم ممنوعين. ممنوعين حتى باش يطلعوا البيرو سليم الرياحي. جابوا باب حديد سكروه. معناتها لما تيه نحن باش نقعدوا هكا يا ولادي يشوفوا حل. يا جمهور الغالي راني خويا متواجد غاديك واللي يحب يجي مرحبا بيه. يا ولدي مش نجبد انا هاني نوري فيهم والصحافه ديجا معنيه تحب تضرب النادي الافريقي والسلطه والحكومه كلها معنيه بالنادي الافريقي. برشا قاعدين يتزايدوا تو في الفيسبوك راه فيهم. انا هاني غادي متواجد راهم يحبوا يسيسوها الحكايه مش حكايه سياسه. اسكت يا رايح بيت حتى تضرب اوراق الجواريات خلاصات الجواريات كلها في البيرو. ماشي في بالكم انا شيء قاعد ندعم في الحزب نتاعو يا دي قاعد ندعم في جمعيتي ويزيو من الزيادات. عبيد برا شوفوا فيقوا على رويحكم. وينو الجمهور اللي بالرسمي الجمهور العقليه وينو؟ تحكيو معايا انا هكاك فيقوا على رويحكم زعيمين كان في الفيسبوك انتوما. انا جايين هاني ماخذ تاكسي كل واحد. انا خويا هاني من الصبيح لهنا وهكا ترى هاكا ترى رئيس منطقه والامنيين نتاعهم ديجا هما بيدهم ممنوعين. هذه حاجه اقوى منا. دوله راهي دوله تحارب في دوله اللي هي الدوله التونسيه تحارب في الدوله نتاع النادي الافريقي. تفيقوا على رواحكم قعدنا كان نتكلموا برا. يا دي فما وراق راهي الفوق هاني نعاودها لكم 200 الف مره. ورق الجوارات الفوق باش يضربونا تمشي نادي الافريقي في الحاضر ومن بعد يقول لك سوء تسيير من اداره سليم الرياحي والمحيطين به. لا هذه الدوله ولا اخويا تحب تسير النادي الافريقي على كيفها. السلام عليكم يا شعبه واش يخليكم انتم تتفرجوا. قاعدين تسمعوا قاعدين تتفرجوا برا تحركوا ماله. انا اخويا في الفورام نحن نستناو في الجمهور الغاليه باش يجي يناشد رئيس جمعيته باش يجي يناشد يحارب على ورق جوارات جمعيته. تو ليسونس نتاع الشماخي اللي صح البارح كيفاش باش تصب ونحن في وقت نتاع سون سينيك تبي لي يزي وقاعدين يضربوا في النادي الافريقي من الفوق ومن اللوطة وانتم راقدين. السلام عليكم. ايه منير كيش فاهم الناس مسكره بيرو سليم الرياحي ما نعرفوش عليهم شكونهم. افهمني طالعوا الامنيين في حد ذاتهم ما نجموش يطلعوا. افهمني فما ورق جوارات غادي باش تصب غدوه بتاع الكاف. افهمني والليسونس نتاعهم وفلوس خلاصات جوارات وشي باقي ما حبوش يفهموا يحبوا يضربوا النادي الافريقي ما نعرفش كيفاش يعني. ايت يودي فوق جماعه انونيه مع معاد المنافذ مسكرين باب الحديد. يا ولادي ياكم تسمعوا يجي والناس كلها تجي. انا كنا غادينا ما عاد قاعدين يخدموا ما غير اذن الفوق. ما غير اذن يا ظافر شنو هو الوراق اللي في البيرو؟ انا اللي بدي
7500 مليون. معناتها ماشي حكاية حزب، هذا حكاية النادي. شي مدلو توا ولا هذا مش يجي من هنا، مش يجي من هنا، مش يجي يدخل من هنا. ومن بعد نقعدوا نحن صحيح، عيشوا في مافيا، ومعناتها عيشوا في مافيا يا عبيد، فيكم عيشوا في مافيا بيعطيهم في رقم مختصر حتى رقم الاوراق تاع الجوارات عيشوا رانا قاعدين وبا لي سبيس باش خلصوا بها معناتها جوارات. عندي لي كونترات، عندي تو لي كونترات، تو لي بابيي تاع لي جوار. الجمهور ما عادش عنده قيمة. اسمعوني اسمعوني اسمعوني، اللي الفوخ يعملوا في عملية تنفيذ ومحكمة بالقانون، اللي باش يدخل توا ما حاجناش بيه باش يدخل. ما عنده حد حق بشكل اهو، ما عندوش حق بشكل اهو. باشا باشا معناها توا عملوا اذن نتاع الجمهوريه، توا حضر الاذن، توا حضر، هاي توا حضر الاذن. تسمعوا يا رجال يا شعب الافريقي، تسمع اللي كانوا معناتها العباد عملوا اقتحام ما غير اذن، بربش وفعلوا ما نعرفش خربش بورق الجوارات، وبعد باش تمشي في الحضيض الجمعيه وانت تقول لي امور سياسيه، تفيقوا على رواحكم يا شعب. يا أستاذ ما تنجمش تجيب عاد المنفذ باش يمنع، حاضر باش يمنع بتاع الواحد قرار التنفيذ نتاعه. بربي يا جماعة اللي قاعدين تكومونتي ونعرف اللي تساندوا فيا، ما نحكي على الجماعة الاخرين، اتحركوا يا عبيد اتحركوا، فيقوا لجمعيتكم، راهم قاعدين يضربوا في الجمعية، اختانا ما لغة سليم دخلوا لكم بلبلة، معناتها راهو سليم معتنق نادي الافريقي باش يربح به سياسيين، يا ولادي ولاو يضربوا في النادي الافريقي، فيقوا على رواحكم، عاش فيها كلام توا، وصل الضرب للدربيلة توا. أستاذ ناس تعطينا كلمة، تعطينا كلمة في الإجراءات الغير قانونية، نستناو معناتها باش يجيبوا القرار نتاع التنفيذ الشيء اللي يعملوا فيه ولا كيفاش؟ هذا من كلوب الساي اللي حاضروا، وينكم يا كلوب الساي؟ ها وين الكلوب الساي الصحاح اللي باش يجي؟ ها Gracias.
معناها معقول الناس اللي ما عندهم حتى وثيقه ما عندهم حتى ورقه كلمناهم ورقه خلوه يجيب الزيت اساس كي هذا داخل في المقبوريه في الديبار ما تجاوزناش الديبار نفس الاشكال نفس الموضوع نفس الامبيغيتي الشيء اللي خرج على اساس ان عقله ماهوش صحيح ما ثماش عقل ثم انتهاء عقد وهذا نعلم به وعارفينه وديجا احنا معناها كارين مقر جديد في شارع محمد الخامس معناها باش يتم باش نحولوا له نورمالمون الفتره هذه غير صارت الحكايات نتاع الشيكات والبنكات هذه ولا بعضها ما نجمناش نتفادولها باش نعملوها. لا اذن لا شيء. الموضوع نتاع ان حكم قضائي باش يتنفذ ماهيش هذه طرق الاحكام القضائيه باش تتنفذ. العاد المنفذ ما شفناش مش موجود جمله. الغريب ان معناها الكيسيات نتاع الموظفين كل مره موظف تجيه مساج ونواب شعب تجيهم مساج على 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 تليفوناتهم ان الكيسيات نتاعهم تم اختراقها بشكل غير قانوني. معناها هذه مسألة غير عادية ما ناش عارفين الشيء هذايا شنو بالضبط. يقول لك بالنسبة للأمن يقول لك احنا عندنا غطاء من سيد وكيل الجمهورية. سيد مساعد وكيل الجمهورية كان باش يكون موجود فجأة غير راية ما جاش. احنا ماذا بينا إذا كان بلاد قانون يوضحوا لنا الصورة يوضحوا لنا الصورة. إلى الآن ما شفناش إذن قضائي في دخول مكاتب السينمائيه. الى الان ما شفنا حتى ورقه ولا حكم ولا كيفاش الاذن بالقوى العامه ولا هكا تتنفذ الاحكام. حتى الراجل مولى المحل مولى المحل غايب بصوره غير عاديه غايب عن الساحه. يعني ما نعرفش يا اما غيبوه يا اما توا في البلاصه ما نعرفش عليها وين ليسونسيال. حتى مولى المحل اصلا غايب على الساحه. لي بي سي نتاع الموظفين نتاع نواب الشعب اللي موجودين في مقر الاتحاد الوطني الحر في الحزب واللي موجودين الاعضاء في المكتب السياسي نتاع الحزب والكيسيات نتاع الموظفين المسؤول على اعلان بكري حكيت في الموضوع. تم اختراق الحسابات الخاصه نتاعهم وتغيير حتى المود باس نتاعهم وهذا كل جونا معناها على التليفونات النواب وتليفونات المساجات في اختراق المهندسين تحت. احنا نواب الاتحاد الوطني الحر نخدموا لنا نجيو كل صباح عندنا البيسيات نتاعنا عندنا بيرواتنا عندنا اوراقنا. انا جاي السباب 8 تاع الصباح جاني فما شكون الكونت جاني وصلي حتى مساج تليفوني بالصباح من 8 ونص وحنا حبينا نعرفوا شكون بس الناس موجودين الداخل السيد موجود الداخل ما حبش كان عيبه انا طلبته ان يتكلم 8 ونص تاع الصباح خرج من مكتبي عملنا وين قاعد احنا هنا جايين من وكيل الجمهوريه قال لي انا ما نعرفكش انت نائب انا شنو مهمتي انت كيف انت تخدم انت تعرف لي شق انا لا كنفوق الى النائب وانا اوراق نتاع الجواريات ما نحكيوش عليها انا كاف انا اوراق نتاع الجواريات دي كونترام تاعهم هما تاو مساهمين مش كان سليم ريحي سياسي مساهمين وكرويا معناتها اوراق مازالوا يتصحوا ما تعرف تاو نعيشوا في فتره نتاع سونسينيك كيفاش يتصحوا في البيرو لهنا ولا العباد اللي تاو داهم البيرو ما نعرفوهمش مازلنا ما نعرفوهمش شكونهم ديجا الامنيين هما تاو اللوطة تصور فيهم الامنيين اللوطة ممنوعين بيدهم التلوع مش يعرفوا شكونهم العباد هذه
وجوهريات وجمعية ماشية في الحديث، فيقوا جمعيتكم شوية.